تعمليها ازاي كده؟ كده كده. لو الفيديو ده لو نزل متأخر يبقى انا الحقنة دمرتني. اللي منكم يعرف البراند ده، البراند ده لسه يعني هو نازل بقاله كده ايه سنه او سنتين حاجه زي كده على ما اعتقد، يعني اسمه الكسندر ماكوين. البراند ده تقريبا الجزمه من دول بتعمل حوالي 400 يورو 380 يورو، حاجه غاليه جدا يعني بالنسبه لي. عجبني الجزمه ديت، بس طبعا قلت اكيد مش هجيبها اوريجينال. فاللي يعرف منكم موقع وش اللي بيجي من الصين دوت، طبعا توصل حاجه بعد اسبوعين او ثلاثه. الجزمه دي انا طلبتها من على موقع وش، دفعت فيها 40 يورو بس بدل 380 يورو. طبعا هي تقليد، بس اللي يشوفها ولا هيعرف انها تقليد ولا اي حاجه، اهم حاجه تكون ذكي. جامدين بجد. انا احب اشكر على كل العاملين بموقع وش. طبعا انتوا مش تفهموني عشان انتوا بتتكلموا صيني اكيد يعني، بس انتوا توب توب يعني، توب توب، خلتونا اوفر فلوس جامده قوي. احبك يا وش. لا بجد حاجه 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 الاجه من الاخر. اشتري من وش وما تقولش معلش، وحشه دي صح؟ انا اسف. الساعه دلوقتي 8 الا ربع. نفسي اصحى بدري عن كده، نفسي، بس انا اصلا ما بصحاش كده خالص، مش عارف ليه، نفسي اتعود. هبدا شغل النهارده الساعه 8 الصبح، ودي يعتبر يعني احسن شغل بحبه، اني ابدا 8 الصبح. شغل خلص الحمد لله. عندي شغل تاني بعد الظهر. انا حاليا شغال يعني عدد ساعات قليله، لان حاليا يعتبر بستثمر الوقت كله في الخطط اللي جايه او في المشروع يعني اللي عايز اعمله ان شاء الله. فعلشان كده هتلاحظوا يعني في الفلوجز اللي جايه ان انا دايما بقول الشغل بتاعي دلوقتي، تلاقوا بعد ساعه ساعتين خلص، بعد الظهر نفس الكلام ساعه ساعتين وهكذا، علشان انا حاليا يعني قللت الشغل. قشطه. الساعه دلوقتي 10 وربع، الشمس طالعه بس درجه الحراره 7. اي حاجه تحت العشرة لا اقبلها، تحت الصفر يستحيل. اليوم الثاني على التوالي نجيب او انا اجيب يعني الفطار اللي هو السندوتشات ده، عشان بصراحه البيت عندنا ما فيهوش اي حاجه خالص، ولا في زبادي ولا في بيض ولا في فاكهه ولا اي حاجه. فلازم ننزل نعمل شوبينج شويه، علشان انا وكوكو بقينا مش عارف يعني متوحشين تقريبا. لما بننزل نعمل شوبينج المفروض الاكل بيقضينا من 10 ايام لاسبوعين تقريبا، اخره 5 ايام وكل حاجه بتخلص، علشان قاعدين في البيت بقالنا فتره كبيره يعني. النهارده الجمعه، اولا جمعه مبارك عليكم. ثانيا من حوالي 4 اسابيع تقريبا برضو يوم الجمعه كنت رايح الجامع علشان اخد الجرعه الثانيه. حبيت اوريكم او اشرح لكم الجامع هنا في المانيا يعني بيعمل لنا ايه كمسلمين بنصلي في الجامع او غير مسلمين يعني. ف شوفوا المشاهد الجايه، هي قديمه بس اتفرجوا عليها كده. بوبي دوش خايس سوفي بس اس فمش يا بس اس ناس نور الاريولي يا دوموس اكلا بس اس اس يا ريت انت ذس اس نور على كوكو. على كوكو ايه؟ على كوكو يعني اختراعك يعني؟ يا بس اسس علي اوليو فيها فلفل يعني تونه طماطم طماطم ناشفه بابريكا بابريكا بقدونس بازيليكوم بازيليكوم مش بقدونس ماشي ريحان يعني كنوبلا. انت بترقصي ولا بتشرحي؟ عشان ميزان بعد اذنك. ليه؟ كوكو وي هام نيش مير فيل وي هام نوخ انا تيوتر في كيس تاني مش نيش ان. طيب ان شاء الله الواحد لما يبقى معاه فلوس كده قدام يعني هفتح مطعم لكوكو تعمل فيه مكرونه، بس بجد المكرونه بتاعتها دباحه قاتله. شاتسي ده نودلز ايش كلا شميك سو جود ايش كلا يا ايش بس يكون بس زوز اه تشيز. النهارده الجمعه انا واخد دفتر التطعيم معايا، باسبور، الورق، كل حاجه، علشان النهارده التطعيم الثاني، الحقنه رقم 2 اللي هي المفروض متعبه جدا، بتفشخ يعني بتموت الواحد. فلو الفيديو ده نزل في ميعاده يعني يوم بعدها اللي هو السبت مثلا او الحد بالكتير، يبقى انا الحمد لله الحقنه ما اثرتش عليا قوي. لو نزل متاخر يبقى انا الحقنه دمرتني.
انت عم تخلف. فتح يا ابني فتح يا ابني فتح يا ابني على ايه؟ يلا الكاميرا بتاخد ساعه عشان تفتح. اتطعمت؟ ما وجعتنيش ولا اي حاجه. للاسف ممنوع اصور في الجامع لان انا بطعم تبع الجامع. هم قدروا يوفروا لنا 200 جرعه بايونتيك اللي هو يعتبر احسن حاجه في التطعيم. خدت انا الجرعه الاولى من 6 اسابيع، النهارده الثانيه، بس للاسف ممنوع تصوير، ممنوع اي حاجه. خدتها في كتفي الشمال تاني، ما حصلش اي حاجه. انا الناس بتسال على الجرعه او خايفين من التطعيم وكده، ما تقلقش يعني مفيش اي مضاعفات. الناس اللي بيجي لها سخونيه او تعب او اي حاجه بتبقى اصلا عندهم يعني مشاكل صحيه في جسمهم، ما تقلقش. بعدين بتروح يعني اخر يوم او يومين بتروح، ده اللي هم عندهم مشاكل. ولو انت ما عندكش مشاكل، انت شاب او شابه صغيره او حاجه، ما تقلقش يعني مفيش حاجه بتحصل. ما علينا، هطلع على البيت دلوقتي علشان كوكو هتاخد العربيه، وللاسف معيش عربيه، ورايح عند اختها علشان عيد ميلاد ابن اختها. خلاص انا اتطعمت. المشكله ان فاضل اسبوعين بعد كده التطعيم او الحق، يعني انا ابقى متطعم كامل تبقى اونلاين عشان اقدر اسافر من غير تيست. فانا لو هسافر قبل اسبوعين محتاج تيست. تعمليها ازاي كده؟ كده كده. شو ساعه؟ شو السبابي؟ بس انت كده. ودلوقتي كالعادة كوكو هتسيبني. يلا مع السلامة بقى. اوعي، الجوامع هنا عندنا في ألمانيا بصراحة عملوا معنا واجب جامد قوي، ان هم وفروا لنا جرعة تطعيم ضد الكورونا. فالعاملين في الجامعة هنا في ألمانيا، جامعة أبو بكر، حاب أشكركم جدا جدا جدا.